كن صهرا وإن كنت عهرا. ماذا يقول حسن الكشميري عن أخيه مرتضى الكشميري؟ اعترضني صديقي يوما وقال: ما هذا؟ ما هذا؟ إنه لا يجيد أن يكتب سطرا. يتحدث عن مرتضى الكشميري، لأنه هكذا قال في البداية: كن صهرا وإن كنت عهرا فإنك ستتحول في نقلة خاطفة من فقير معدم إلى ثري بلا حدود، وستتحول من نكرة إلى معرفة، وستنقلب من أمي جاهل صرف إلى علامة أو حجة إسلام أو حجة المسلمين. اعترضني صديقي يوما وقال: ما هذا؟ إنه لا يجيد أن يكتب سطرا ولا يستطيع أن يقف خلف الميكروفون ليتكلم ولو لدقيقة واحدة، ولا يحسن الأجوبة عند مقابلة تلفزيونية، وها هو يتلعثم، فما هو حجمه؟ قلت له: نعم، ولكنه صهر. قال: سمعت أنه يلهو ويختلي ونسمع عنه أشياء. وقد وضع نقاطا، هذه النقاط أنتم املؤوها. هذا حسن الكشميري، وهذا من أواخر ما كتب. قال: سمعت إنه يلهو ويختلي. هذا مرتضى الكشميري، نقاط ونسمع عنه أشياء. قلت: نعم، ولكن هون ما عليك، فإنه صهر. قال: ويزعم أنه بعثي، أصحيح هذا؟ قلت: نعم، قلت: نعم، وهناك وثيقة بقلمه سنعرضها عليكم، لأن حسن الكشميري أرسلها إلي من الكويت بعد مكالمة تلفونية فيما بيني وبينه. أرسلها لي من الكويت قبل سنوات حينما كان موجودا في الكويت. قلت: نعم، وهناك وثيقة بقلمه وخط يده، وهو يتعهد فيها بالتعاون مع حزب البعث ويبارك ثورة البعث. فاضطرب الرجل وهو يصرخ قائلا: وصحيح أنه كان يكتب التقارير لمراكز البعث ضد بعض الأفراد، وعينته السلطة البعثية مسؤولا في الحوزة عن الطلبة الهنود والباكستانيين؟ قلت: نعم، نعم، هذه كلها حقائق. وحينما عين مسؤولا على الهنود والباكستانيين عرض هذا في التلفزيون في السبعينات. في السبعينات لا يمكن أن يعرض شيء في التلفزيون إن لم يكن بعثيا خالصا وصافيا. قلت: نعم، ولكن طول بالك، إنه صهر. هذا هو صهر السيستاني. قال: سمعت إنه يحمل وكالة خاصة ومفتوحة. قلت: نعم، ويجبي الأموال ويمتلك شبكة فنادق وبنايات في مشهد وقم والنجف الأشرف
ودبي ولندن وغيرها، ويختزن الأكداس من مشكوكات الذهب. فصرخ الرجل وقال: عجيب، ولا أحد يسائله؟ قلت: ولا أحد يسأله، لأنه صهر، هو صهر المرجعية. ألا لعنة الله على المرجعية وأصهارها. هذا هو حسن الكشميري. رجاء اعرضوا لنا اللوحة التي يظهر فيها الأخوان. الصورة التي هي عن يمين المشاهد، هذا هو مرتضى الكشميري، وصورة التي هي عن يسار المشاهد هذا هو حسن الكشميري. فحسن الكشميري على يمين الشاشة وعلى يسار المشاهد، ومرتضى الكشميري على يسار الشاشة وعلى يمين المشاهد. هذان هما الأخوان، لكنني كما قلت قبل قليل من أنهما على طرفي نقيض. فهذا هو حسن الكشميري يتحدث عن مرتضى الكشميري الذي يدير مؤسسة الكوثر، قطعا يديرها من لندن، فهو مستقر في لندن، مقره الأصلي دبي لكنه يتواجد في لندن. قال: سمعت أنه يلهو ويختلي نقاط ونسمع عنه أشياء. أنتم املأوا هذا الفراغ، املأوا الفراغات، املأوا الفراغات بما تريدون فسيكون كلامكم صادقا، صدقوني، املأوا الفراغات بما تريدون إلى أبعد حد سيكون كلامكم صادقا. قال: سمعت أنه يلهو ويختلي نقاط ونسمع عنه أشياء. هذه الأشياء هي من أقبح ما يمكن أن تكون. فماذا قال حسن الكشميري؟ قلت: نعم، كل هذا نعرفه عنه. قلت: نعم، ولكن هون ما عليك فإنه صهر. ألا لعنة الله على المرجعيات وعلى أصهارها. نذهب إلى فاصل. هذا البعثي الفاجر بحسب شهادة أخيه، هذا البعثي الفاجر وبحسب شهادة أعماله، هو موجود هنا في لندن، لن يستطيع أن ينكر هذه الحقائق. لو كان هناك حرف واحد من هذا ليس موثقا وليس دقيقا، لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها عليه. لكنهم ماذا يفعلون؟ وأنا لا أتحدث إلا بالصدق وإلا بالحقائق والوثائق. بلية عظيمة نزلت عليهم، ماذا يفعلون؟ هذه أفعالهم وحقائقهم، وهذه الوثائق قطعية بدرجة 100%. هذا هو الذي يسرق أموالكم. رجاء اعرضوا لنا مرتضى الكشميري وهو يظهر فضله على الشيعة في أنه يسرق أموالهم.
أما أجي أنه أجي أقول يا تعالى الذي عنده خمس، أو أتحدث عن مسألة الخمس، حتى البعض ربما يتصور بأني أنا أدور مسألة الخمس. قضية الخمس هي مسألة في الحقيقة ليست مسألة كما يقولون بأنه تجارية. يعني أنا لما يسلمني إنسان حق شرعي بصفتي وكيلا معتمدا للسيد، أو أنه يسلم حق الشرعي للمرجع، هذا في الحقيقة لا يكون أنه يتصور أن راح يمن علي أو يمن على المرجعية بأن سلم حقه. أنا أمن عليه، المرجعية تمن عليه بأنه رفعت عنه التكليف. أنا لا أعلق على كلام هؤلاء اللصوص، ذولا السرسرية، بس أقول الشيعة مستاهلين، ويطبهم طوب أو يضربهم حمس ونعل على والدهم، هذا هو الواقع الذي يريدونه. هكذا يقول: أنا أمن عليك، هو المنان الحنان، هذا البعثي الفاجر، أنا أمن عليك، المرجعية هي التي تكون منانة وحنانة. مجموعة لصوص، مجموعة لصوص يضحكون على الشيعة. هنيئا هنيئا للشيعة الحمير، أتحفوهم أتحفوهم أتحفوهم، أتحفوا هؤلاء الأغبياء بالوثيقة الديخية. ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني الشيعة تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل، وش دا اقول له؟ تركب يعني خلاقه اهمي شيني خلاقه اهمي شيني بقول لك بكيه حركه صدوم فقش ديخ بالعربية فقش، والناس عبارته كنا على ثقه وكلكم تعرفونه لانه ما اريد اجيب الاسماء. عرفنا قال تركب مثل ما ركب فلان وغاي ديخ. لا مو علم اجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا اقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة. وحق الحسيني هذا هو واقع الشيعة. من مؤسسة الكوثر السيستانية إلى العتبة الحسينية السيستانية، وماذا فعل السيستانيون في العتبة الحسينية؟ إنهم يعبثون بأدبار بعضهم البعض، يوقعون على الأدبار في حرم الحسين. مرتضى صهر عبد المهدي الكربلائي في مكتب المرجعية السيستانية في الحرم الحسيني في مواجهة ضريح سيد الشهداء يوقع على الأدبار. إنها الوثيقة الدبرية، هكذا أسميناها. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الدبرية. الحسين الأصل هذا الكلب لي مرتضى. مرتضى هو عدل زين، ما رأينا عدل لك مرتضى وقع عدل وقع عدل. لا ما بحب حسن طالع عدل مو توقيع، طالع حسن طالع حسن مو توقيع إنهم يبدأون كلامهم هكذا. هذا مرتضى يتحدث عن
حسين أصلي وعن حسين كلك. كلك يعني مزيف، هذه كلمة فارسية ولكننا نستعملها في لغتنا الشعبية العراقية. الذي يتحدث إما هو مرتضى صهر عبد المهدي الكربلائي، أو الذي يوقعون على دبره، الذي يوقع مرتضى على دبره، هم يتحدثون بهذا الحديث، يتحدثون عن حسين أصلي وعن حسين كلك. لا ندري ماذا يقصدون، من هو الحسين الأصلي ومن هو الحسين الكلك، الحسين المزيف. وتستمر هذه السفاهة، هذه السفاهة ليست منحصرة بهذه الواقعة. هذه الواقعة معروفة، معروفة، معروفة ومشهورة في كربلاء وفي العراق، على لسان الناس في الشارع. مظاهرات خرجت في شارع السدرة، وهو شارع مجاور للحرم الحسيني. الناس يتحدثون عن هذا الموضوع علنا علنا. هناك مسؤول من مسؤولي العتبة الحسينية، أحد الأشخاص يتحدث معه عن هذا الموضوع، لكنه يخطئ في اسم صهر عبد المهدي الكربلائي فيقول منتظر، هو يقصد مرتضى. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. ضايقات عليه منتظر 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 شاب حاله حاله واي شباب واكو واي افضل منه واشرف منه يجي منتظر اللي ماخذ بنت الشيخ ما لانه ما اعرف منصبه شنو هو منصبه مجهول عند الجميع يجي يتقلب منه انا ويا كم واحد خمسه سته سبعه يوميا بشارع السدره لو يجي ويا المحافظ ولا ويا غيره من صارت شغله التوقيع منوقع على طيزة حش السامع هذا الرجل بداخل صحن الحسين قالوا لا انه بسوا مناصرون منتظر مناصرون منتظر. والى الفيديو الثاني في نفس الواقعة والاحداث. ليش نقول كاظم؟ ليش نقول كاظم وثائر ومنكم انتم مرتضى؟ هو مرتضى راس الهرم. ماكو يا اخي مرتضى راس الهرم. ما حد يتحرك. الدهون على الحسين ووقع على طيزه بنص الحسين. الدهون على الحمزه وهو اللي قتل الحمزه. نص الحسين وقع على طيزه ويجي يقول لك لا خوش شاكي خلي بن كاظم بمرتضى بن عال. هذا في الشوارع، هذا في شارع السدرة وهو شارع مجاور معروف يعرفه الكربلائيون يجاور الحرم الحسيني. وحتى في البيوت النساء يتحدثن بذلك. رجاء اعرضوا لنا فيديو هذه المرأة التي تتحدث من بيتها وهي تدخل في نقاش مع عمالي وموظفي العتبة الحسينية. يلا خلي يجينا هذا ابو التنفيذ خلي يجينا خلي يجينا يجيب لنا قرار من الحكومة يجيب لنا قرار من الحكومة احنا نمشي به قسما على رؤوسنا. يلا احجوا 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 جيبوا لنا قرار من الحكومة واحنا شيء قرار بدون حكومة ماشي والله العظيم ما حتطابق براسي. يلا قطعوا عنا الماي ليش؟ قطعتوا الكهرباء والماي ليش تقطعون عنينا؟ ليش؟ احنا ناس مسالمين ما عندنا شيء وقاعد
ولا بحلال الدولة قاعدين، بحلال العالم ده ما بايعين، الرجال ما بايع. ليش زينونا؟ ليش زينونا بالقوة؟ ليش؟ ما حد ما حد يجر ماي، والله العظيم ببوري، والله ببوري. ما حد يتجاوز على الماي، والله العظيم ما طبن، ما لا ما طبن، ما طبن. قلت لك ما طبن. طب جو اخي الله يخليك. لا لا اخوي لا حس. ما راجع ذاك القسم وذيك العتبه روحي لها. لا لا ما قال عتبه. والله ما قلت لك انا هاتيك لا متسمي ما يدنا، والله العظيم الطابوقه، والله العظيم الطابوقه. خليك طاها منك ونفتح. ايه ما بيهم خير، والله ما بيكم خير، والله ما بيكم خير. حلال هذا مو وظيفة حلال، تدرون مو وظيفة حلال هذا، والله العظيم مو وظيفة حلال، ولا تمشون بها حلال، ولا تأكلون عيشتكم حلال. ما دومكم تغصبون ان المسلم ما قاعد شيء، ما مسوي شيء، ما مسوين شيء، معتدين عليكم، قاعدين بحلالكم، حلال دولة. قلوني يا هل قاعدين بحلال دولة احنا؟ ليش انت قاعد تصدق قطعة الكهرباء؟ مالكم؟ مو مالك الدولة هي الكهرباء، مالك الواحد، مو مالك العتبة هي. شو صرتوا افتراس وتفترون على العالم؟ أراجع العتبة، أراجع العتبة، العتبة هاي أم التوقيع؟ أنت وقع هالسيادة؟ ها؟ أنت رايح الفساد؟ لا تفتحون على شو بواب، والله العظيم ما تنسد. ما قبل الحزان هيجي. هذا بيت ماي. لا لا مو نفذ، مو نفذ علينا، قطع علينا الماي. قطع علينا الماي ليش؟ لا وين هي اللي قطعت عنا الماء؟ مو كل الكيس حد دار مدارس. لا يا اللي قطعت عنا الماء، خلصت يا اللي قطعت الكهرباء. لا يا اللي قطعت الكهرباء من هذول اللي بلغتهم مني قطعت الكهرباء. صيح ابو المجاري، هذا السباك وين؟ خلي يجي السباك حتى نطابق براسه. خلي يجي. طلعوا. كلمة طابوقة، والله العظيم ما تخليكم تقطعون الماء، ما خليكم تقطعون الماء، ما تقطعون الماء. روحوا قطعوا عن الماء على العالم، احنا مو ناس نصة، مو نصة احنا، احنا قويين بالله. منفذ حلال، خليك كنا قمتك حلال. الشيخ هسه كان صار غير. قمتك حلال. الشيخ شنو الشيخ؟ الشيخ ما لا انا قلت لك احنا ناس مو قد المقام، ما يقى ما قابلنا الشيخ، احنا ناس مو قد المقام. ما توجه لي انا مو قد المقام، مو مقامهم، مو مثل مقامهم الاسد. خلي يدورون عليهم ويدورون وياهم، يلقون مثلهم طبقتهم وتحاشيهم. هذه المرأة في بيتها وامرأة اخرى تتحدث في نفس الاتجاه في الشارع، في شارع الجمهورية في مدينة كربلاء. السلام عليكم، شلونك حجية؟ يا عمي شلونك يوم؟ الحمد لله. الله يعزك حجية، شفتك تحكين ويا الولد، تقولي امر خدمة حاضرين. شو تامر؟ شو الخدمة؟ ها؟ شو تطيني؟ تطيش احنا نوصل صوت؟ شو تعوضنا؟ الحكومة تعوضك غير؟ حكومتنا ساقطة وكل شيء ما تفي. ليش؟ ساقطة. البطالة على هاي الناس التعبانة، هاي بعد حكومتنا ساقطة. ساقطة هيك واصلة مرحلة من اليأس بشكل نهائي، وكل من المسؤول يجيب بس قرايبه وحبايبه. هاي خاليها بالعباس ترعتني 9 سنوات، ترعتني على أبسط شيء المرجعية، خرب لشتهم ولشت اللي خلاهم أساس المفسدين. اي مفسدين، حتى هذول اهل العمايم الفازين افسد منهم ماكو. هذا احمد الصافي افسد منه ماكو، خلي له وحده تلعب. ما نريد نتجاوز على شخوص باسماء، كلهم المرجعيه من تاليهم والشعب كلهم فازين وساقطين. احنا ما نريد نتجاوز طبعا على البعض، لابد انه اكو ناس خير. كلهم كلهم خلي له وحده تعبر عن رايك. طلعت من السكك والحديد، خليها مسؤولة على العتبة تلعب بكيفها. 9 سنوات تشتغل، قلت له ما عندي، قلت له ابونا معوق نايم بالحوش مريض، اريد اشتري دواء ما عندي، دواء اريد اشتري ما عندي. دواء تحتاجين علاج؟ اي علاج. خليها احمد الصافي هاي الساقطة بالحضرة. انا اشكرك جزيل الشكر. تلعب بكيفها دول المرجعية؟ نعم شكرا لك حجية.
رجاء أعيد بث الوثيقة الدبرية. الحسائد أصلا هذا الكلش يا مرتضى، مرتضى وعد زين مرة يا مرتضى، مرتضى وقع عدل، وقع عدل. لا ما بحط ابو خسر، ابو خسر طالح ادري مو توقيع، طالح يخرب سبع ساعات، طالح مو توقيع خالص زين هذا يمشي. انني اعدت بثها كي اسجل هذا الموقف من أننا لا شأن لنا بالناس وهي تعبث بمؤخراتها، خصوصا إذا كانوا يلتزمون بفتاوى مراجعهم. كل واحد حر بلغاليغه، احنا ما احنا حاجة بالناس، كل شخص له الحرية الكاملة أن يعبث بمؤخرته. فأنا لا أعترض هنا على أنهم يعبثون بمؤخرات بعضهم البعض، اعتراضي أن يعبثوا بمؤخراتهم بعيدا عن حرم الحسين، فليذهبوا إلى بيوتهم، فليذهبوا إلى أمكنة أخرى وطهروا العتبة الحسينية من هذه القذارة ومن هذه النجاسة ومن هذه السفاهة. نحن لا نستغرب من هذا الواقع السيستاني القذر والذي لم يسجل اعتراضاً على هذه القضية ولا على غيرها، مثلما لم يسجل اعتراضا على مؤسسة الكوثر. كل هذا بعلم السيستاني، لم يحرك ساكنا، لازال مرتضى متنفذا في العتبة الحسينية بنحو ظاهر، بنحو باطن، بنحو علني، بنحو سري، ولا زال متنفذا في مدينة كربلاء. هذا هو الذي يوقع على الأدبار، إنه صهر عبد المهدي الكربلائي. نحن لا نستغرب هذا من هذه المرجعيات النجسة. هذا أستاذ السيستاني الخوئي، الخوئي بنفسه. إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من كتاب صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات. هذه طبعة دار الصديقة الشهيدة، إنها طبعة الأولى 1431 هجري قمري، قم المقدسة، في الصفحة 42 بعد 300. السؤال المرقم بالرقم 22 بعد 700. 722 رقم السؤال، موجه للخوئي: هل يجوز لمس العورة؟ المراد لمس عورة الآخرين. هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر، ومن المرأة لعورة أخرى لمجرد اللعب والمزاح، مع فرض عدم إثارة الشهوة؟ الخوئي يقول: لا يحرم في الفرض، بحسب السؤال، من أن رجلا يلعب بعورة رجل آخر إن كان يلعب بمذاكيره أو بمؤخرته، لأن العورة شاملة للمؤخرة وللقبل.
للمذاكير. فإذا ما لعب رجل بعورة رجل آخر من وراء الثياب بقصد اللعب والمزاح فهو جائز. وكذلك فإن المرأة تستطيع أن تعبث بعورة مرأة أخرى، أن تعبث بفرجها أو أن تعبث بمؤخرتها بغرض اللعب والمزاح. قصدهم شريف، قصدهم شريف إذا كان القصد شريفا. فيجوز اللعب بالعورات. هنيئا للشيعة بهذه المرجعية، هنيئا لهم. أنا لا أعترض على اللعب بالعورات، نحن قوم ديمقراطيون وكل شخص حر بمؤخرته، هل يعبث بها هو بنفسه؟ هل يسمح للآخرين أن يعبثوا بها؟ هو حر بمؤخرته. هذا يذكرني بحادثة أيام العثمانيين في بغداد وتحديدا في مدينة الكاظمية. يقولون أن شابا كان يلاط فيه، وكان معروفا عنه هذا الأمر. أكثر من مرة الشرطة مسكوه وهو في حالة اللواط، يلوطون فيه، يأخذونه إلى القاضي يجلدونه ويخرجونه بعد ذلك، يضعونه في الحبس لأيام ويخرجونه بعد ذلك. وتكرر هذا الأمر. في مرة من المرات جاءوا به، القاضي لما رآه غضب، قال له ابن الكلب يومية جايبينك، منعوا الوالدين يومية جايبينك. فهذا الشاب قال له، قال يا حضرة القاضي أنا عندي سؤال، اسمح لي أن أسألك. قطعا الكلام ليس كما أقوله وإنما بصياغة العراقية الأصيلة، لا أستطيع أن أنقله عبر شاشة التلفزيون وإنما سأنقله بالحد المناسب لبرنامج تلفزيوني. قال له يا حضرة القاضي عندي سؤال، اسمح لي أن أسألك وجاوبني بصراحة. قال له اسأل. قال له هاي مؤخرتي، هي مؤخرتي لو مؤخرة الحكومة. قال له ابن الكلب ليش تسأل؟ قال له مو أنا أريد أعرف إذا هذه المؤخرة مؤخرة الحكومة، أنا ما عندي اعتراف، تسجنوني تجلدوني هذا أمر راجع لكم، هذه مؤخرتكم، بس إذا هي مؤخرتي الحكومة شلها دخل أني شنو أسوي مؤخرتي. القاضي وجد كلامه منطقيا إلى حد ما، فأخذ يرفع صوته، طلعوه الكلب ابن الكلب، طردوه كذا، أخرجوه. فنحن نقول الناس أحرار بمؤخراتهم، خصوصا إذا كان الأمر يستند إلى فتاوى مراجعنا العظام، العظام هذا السيد الخوئي سيد المحققين، هذا هو التحقيق. فليس عندنا من إشكال أن يوقع بعضهم على أدبار البعض أو أن يعبثوا بأدبار بعضهم، هم أحرار بأدبارهم، ونحن في زمن الحرية، في زمن حرية الدبر، ولسنا في زمن حرية الرأي.
لا توجد حرية للرأي، وإنما توجد حرية للدبر. نحن في زمن حرية الدبر، وفي زمن الديمقراطية، وفي الحقيقة ما هي بديمقراطية؟ إنها أتحدث عن ديمقراطية العراق، إنها ديمقراطية. نحن في زمن حرية الدبر وفي زمن الديمقراطية. هم أحرار بأدبارهم، خصوصا إذا كانوا يلتزمون بفتاوى المراجع. فها هو الخوئي يجيز للناس أن يعبث بعضهم بعورات البعض الآخر بشرط من وراء الثياب، وبهذا القيد بقيد اللعب والمزاح، والأمر هو هو مع النساء. فاعبثوا بأدبار بعضكم واعبثوا بمذاكير بعضكم البعض. هذه فتاوى مراجعنا العظام. من طيح الله حظ الشيعة.